بعد انتظار طويل، الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم ذا ريفينانت والعائد. النجم الأمريكي جسد في الفيلم دور صائد دببة محترف يبحث عن الانتقام بعد أن تعرض للغدر والسرقة وسط الجبال. أما فيلم سبوتلايت للمخرج توم ماكارثي من جانبه فحصد جائزة أوسكار أفضل فيلم. سبوتلايت تطرق لتحقيق أجرته صحيفة بوستن جلوب وكشف عن فضيحة تحرش كهانة بأطفال. الممثلة بري لارسون افتكت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم روما. الفيلم عبارة عن دراما إنسانية تروي حكاية أم وابنها. الأم وابنها يحتجزان من قبل رجل لتصبح الغرفة كل عالمهما قبل أن يتمكنان من الفرار. أما فيلم ماد ماكس فتمكن من حصد عدة جوائز تقنية على غرار جائزة أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج وأفضل مكياج وأفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي، إضافة إلى أوسكار أفضل مزج صوتي. تدور أحداث الفيلم في صحراء واسعة يسيطر عليها العصابات، يحاول شخصان من المتمردين الفارين إعادة النظام لطبيعته من جديد.